بالنسبة لزكاة المال، هل النصاب يكون على الذهب أم يقوم بالدولار بالنسبة لبلوغ النصاب في المال؟ فيما يتعلق باحتساب الأوراق النقدية في نصابها، هل العبرة في ذلك بالذهب أو بالفضة؟ العلماء في ذلك قولاً، جماهير علماء العصر على أن المعتبر في ذلك الفضة. فإذا بلغت هذه الأوراق النقدية نصابة فضة وهو 595 غرام من الفضة فإنه يجب فيها الزكاة إذا مر عليها حول. وقال آخرون بل الواجب هو النصاب من الذهب، وبينهما فرق، وفرق ليس بالقليل. يعني الفرق بين قيمة 595 غرام فضة وبين 85 غرام ذهب ليس بالشيء اليسير. يعني ذاك في يعني بالعملة السعودية قريب من 10,000 أو نحو ذلك النصاب من الذهب. أما إذا كان من الفضة فالنصاب يتراوح ما بين 1,000 إلى 2,500 باختلاف تفاوت سعر الفضة تذبذبا ارتفاعا وانخفاضا. الله يحسن إليكم شيخ الكريم.